مساء الخير مشاهدينا، وحياكم الله بالنشرة الجوية وحالة الطقس. خلال 24 ساعة القادمة سرعة في الرياح الشمالية الغربية تزيد عن 50 كيلومتر في الساعة، تثير معها الغبار وممكن تنخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق. هذه الأجواء تؤدي إلى ارتفاع الأمواج لأكثر من 6 أقدام. بالنسبة لحالة الطقس باكر أول نهار يوم السبت إن شاء الله، رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا من 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الصغرى في مدينة الكويت 26 درجة مئوية، العبدلي 27 درجة مئوية، الشقاية والسالمي 22 درجة مئوية، الوفرة 26 درجة مئوية، وربو وبوبيان وفيلتشة 30 درجة مئوية، كبر قارو أم المرادم 31 درجة مئوية. هذه الأجواء الحارة والجافة تستمر معنا لبعد منتصف نهار يوم السبت، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى في مدينة الكويت 36 درجة مئوية، العبدلي 40 درجة مئوية، الشقاية والسالمي 39 درجة مئوية، الوفرة 38 درجة مئوية، جزرنا الشمالية 39 درجة مئوية، والجزر الجنوبية 34 درجة مئوية. البحر خفيف إلى معتدل، الموج يعلو أحيانا من 2 إلى 6 قدم، والتيارات المائية بفترات الحمل. المد الأول الساعة 51 دقيقة الظهر، المد الثاني الساعة 12:45 بالليل. الجزر الأول الساعة 47 دقيقة الصبح، الجزء الثاني الساعة 37 دقيقة بالليل. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 4:24 دقيقة، شروق الشمس الساعة 5:34 دقيقة، غروب الشمس الساعة 5:30 دقيقة. بالنسبة لحالة الطقس خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله، يوم السبت أجواء حارة وجافة، رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا من 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية. هذه الأجواء تستمر معنا اليوم يوم الأحد والثلاثة مع رطوبة خاصة على المناطق الساحلية، رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية. من يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية. كانت هذه نشرتنا الجوية، شكرا للمتابعة.